بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وارزقنا التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن الكريم. اللهم آمين آمين آمين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا بالأمس عند قوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، الآية 15 من سورة الإنسان، الصفحة 579، الصفحة 579. كالعادة أقرأ ثم تقرؤون بعدي بصوت واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن
هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا بارك الله فيكم. ويطوف عليهم ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. كلمة قوارير من العرب مثل كلمة سلاسل اللي حكينا عليها مبارح، من العرب من ينونها ومن العرب من لا ينونها. فمن العرب من يقول قواريرا منونة، انتبهتوا؟ كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا. فعلى هذه اللهجة كتبت هكذا، قواريرا قواريرا من فضة، انتبهتوا كيف؟ وعلى تلك القراءة، وهي قراءة صحيحة متواترة، على تلك القراءة لو وقفنا نقول كانت قواريرا، فيكون هذا مد ايش؟ عوض، لأنه عوض عن تنوين النصب. انتبهنا؟ قواريرا من فضة، لو وقفنا عليها على قواريرا من فضة نقول أيضا قواريرا مد عوض، كل هذا على قراءة من قرأ إيش؟ قواريرا منونة. لكن حفصا رحمه الله ما قرأها كذلك، رواها لنا بفتحة، يعني ممنوعة من الصرف، بسموها ده في اللغة العربية ممنوع من الصرف. بين قوسين بدنا نحكي شوية نحو، بين قوسين الممنوع من الصرف فيه وصفان، كم وصف؟ الكسرة لا تأتي عليه، الكسرة لا تأتي عليه الممنوع من الصرف، والأمر الثاني التنوين لا يأتي عليه. مثلا إبراهيم، ما بيصير نقول جاء إبراهيم، ما بيصير، شو بدنا نقول؟ جاء إبراهيم، فلا يأتي التنوين. رأيت إبراهيم مو إبراهيما، التنوين لا يأتي. مررت بإبراهيم مو بإبراهيم، الكسرة لا تأتي. انتبهنا؟ نرجع من أول، الممنوع من الصرف كم وصف فيه؟ وصفان، الوصف الأول التنوين لا يأتي، انتبهنا؟ والوصف الثاني شو هو؟ الكسرة لا تأتي. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، إلى حرف جر، نوح، شفتوا الكسرة وشفتوا التنوين؟ إذا نوح مصروفة ولا ممنوعة من الصرف؟ مصروفة. إلى نوح ومين كمان؟ وإبراهيم، شفتوا كيف إبراهيم جاءت بالفتحة ولم تأتي كسرة لأنه ممنوع من الصرف، انتبهتوا كيف؟ ففي بعض الكلمات في اللغة العربية ممنوعة من الصرف، يعني لا يأتي عليها التنوين ولا الكسرة. فقوارير هذه على رواية حفص عن عاصم ممنوعة من الصرف، كانت قوارير فتحة، وإذا وقفنا نقف قوارير بالألف لاتباعا للرسم، اتباعا لرسم المصحف. الثانية قوارير من فضة كمان ممنوع من الصرف، لكن إن وقفنا عليها نقف قوارير. خلاصة هذا الكلام كله
قوارير الأولى إذا وقفنا عليها نقف بالألف. كانت قوارير، قوارير من قوارير. هي الثانية. طيب بالنسبة للضبط في عندنا علمين، علم اسمه علم رسم المصاحف، وعلم اسمه علم ضبط المصاحف. علم رسم المصاحف يعني خط المصحف، الخط هذا نبوي. عرفتوا شو يعني نبوي؟ يعني هكذا كتب أمام رسول الله. انظروا إلى كلمة قوارير، القاف والواو والألف الطويلة والراء والياء والراء اللي بعدها والألف الطويلة، هذا نبوي، يعني كتب هكذا أمام رسول الله بأبي وأمي. لكن النقطتين اللي فوق القاف هذه من وضع العلماء، الفتحة اللي فوق القاف من وضع العلماء. هذا علم ثاني، شو اسمه؟ علم الضبط، علم الضبط اخترعه العلماء ليعينوا الناس على قراءة القرآن، يعينوا الناس على قراءة القرآن. وإلا حروف القرآن ما كان لها نقط ولا كان لها حركات، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا نقط، عرفتوا كيف؟ فكان يقرؤون بالسليقة، لكن هذه السليقة يعني فسدت مع مرور الزمن، والحق معهم تفسد لأنه شيء بيشبه بعضه، تبهتوا كيف؟ واحد ولد بزمانه بالمئة الأولى قرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه، الحق معه لأنه لا ريب ولا زيت، نفس الكتابة إذا ما في إيش؟ نقط. فعلماءنا شو عملوا؟ أول شيء اخترعوا الفتحة والضمة والكسرة، يعني شكلها اللي هو مين عملها؟ حكينا هذا الكلام بالدورات الماضية، عملها الخليل ابن أحمد الفراهيدي، تبهنا كيف؟ وهكذا بعد ذلك توالت النقاط، الحروف ما كانت منقوطة. نصر ابن عاصم، نصر ابن عاصم الليثي هو الذي وضع هذه النقاط، وإلا ما كان فيه نقاط، القاف والفاء مثل بعض، انتبهتوا كيف؟ فوضع للقاف نقطة من فوق وللفاء نقطة من تحت، مثل إخواننا بالمغرب الآن لو مسكتوا مصحف على ورش بتلاقوا مكتوب الفرآن الكريمة، هو القرآن الكريم، لكن هكذا الضبط المغربي، القاف نقطة من فوق والفاء نقطة من فين؟ من تحت. مع مرور الزمان تطور هذا على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي، وصارت القاف نقطتين من فوق والفاء نقطة واحدة. فعلم الضبط اللي هو من اختراع العلماء، انظروا في المصحف قوارير الأولى فوق الألف صفر مستطيل مطاول على شكل زيرو، بينما قوارير الثانية صفر مستدير، الأولاني مستطيل والثاني إيه؟ مستدير. اللي شكل على شكل زيرو شكل بيضوي هكذا، هذا علامة أن هذا الحرف يقرأ وقفا ويسقط وصلا، إذا وصلنا الكلام لا ننطقه، إذا وقفنا ننطقه. كانت قوارير، قوارير من فضة، ففي الوصل ما في ألف، لكن لو وقفنا شو بنقول؟ كانت قوارير، بينما قوارير الثانية عليها صفر إيه؟ مستدير. الصفر المستدير علامة على أن هذا الحرف لا يقرأ لا وصلا ولا وقفا أبدا، ما يقرأ نهائيا. فلذلك نحن لو القوارير الثانية لو وصلناها نقول قوارير من، ما في ألف، ولو وقفنا نقول قوارير. وضح الفرق؟ قوارير الأولى كيف نقف عليها؟ بالألف. قولوا ورائي: كانت قوارير، كانت قوارير. قوارير الثانية نصلها بدون ألف هكذا، قوارير من، قوارير من. وإذا وقفنا عليها نقف قوارير، قوارير.
وضح؟ بارك الله فيكم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله، نحكي ولا ما نحكي؟ والله شيء بيحير. يعني أهل الجنة صنفان، صنف عبدوا الله لغرض من الأغراض، سمعوا أنه في جهنم، في نار، في عذاب، أنكالا وجحيما، فخافوا وعبدوا الله خايفين من إيه؟ يروحوا على النار. وفي فريق ثاني كمان سمعوا بأنه الجنة فيها حور عين، وفيها كأسا دهاقا، وفيها متكئين فيها على الأرائك. يا سلام، شو بدك أحلى من هيك؟ فعبدوا الله من أجل أن يدخلهم الجنة. هذول كلاهما صنف واحد. وفي صنف ثاني مبهورين بالمولى سبحانه وتعالى، مبهورين بعظمة المولى سبحانه وتعالى وكماله وجلاله وعظمته. انشغالهم بصفات المولى الجليل جعلهم يطيعونه. وسأضرب مثالا. في المدارس في الدنيا نجد في طلاب يدرسون حتى لا يرسب، صح؟ ولولا الخوف من الرسوب ما درس. وفي صنف ثاني يدرس لينجح، ولولا حبه للنجاح ما درس. لكن في صنف ثاني بحب الأستاذ، بحب الأستاذ، بخاف إذا ما جاب علامات كويسة أستاذه يزعل منه، وهو بحب أستاذه وما بده أستاذه يزعل منه. يعني العميل مع بين عيونه حبه لأستاذه، خوفه أنه أستاذه يعني يكون غضبان عليه، هذا اللي عم يحركه. لذلك نجد السادة الأنبياء كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك شو كان؟ كان يقوم الليل ويوقف. إذا جربت أن تقف فترة طويلة انتبهت سوف تنتفخ الأقدام، خاصة الكبير في السن، يعني من بعد 50، من بعد 55 إذا وقف الإنسان فترة طويلة شو بيصير برجليه؟ من تحت تتورم، لأنه عودة الدم إلى القلب مو في الدورة الدموية بتصير بطيئة. فكثرة الوقوف شو بتؤدي؟ إلى تورم القدمين. فكان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يقف ويصلي حتى تتورم قدماه، فيقال له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فماذا يقول؟ أيوة، أفلا أكون عبدا شكورا. انتبهتوا؟ السيدة رابعة العدوية كانت تقول: ليت شعري، في عبارة بيستعملوها العرب بيقولوا ليت شعري، ليت شعري معناها ليتني أعلم، ليتني أعلم. كانت تقول: ليت شعري، أولو لم يكن جنة ولا نار ما عبد الله أحد. تأملوا، أولو لم يكن جنة ولا، يعني افرضوا أن الله ما طمعكم بالجنة ولا خوفكم بالنار، طب ما كنتوا عبدتوا؟ يعني ربنا جل جلاله أليس أهلا لأن يعبد؟ انتبهتوا؟ هذا حال السادة الأنبياء والكمل من هذه الأمة.
كبار الصالحين، هدول اسمهم في القرآن المقربين. شو اسمهم؟ المقربين. أما الذين يعبدون الله خايفين من جهنم كويس، لكن هدول لولا الخوف من جهنم ما عبدوا الله. واللي عم يعبدوا الله بيقول لك يا أخي الله يجعله في ميزان حسناتك. سبحان الله، هالكلمة تؤلمني جدا. أنا بشعر كأني أنا عبد أشتغل بالأجرة عند رب العالمين. إيش حسناتك ومسناتك؟ لحسناتنا منه، حسناتنا فضل منه يا جماعة. يعني أنا بدي أجي لعند ربي يوم القيامة بقول له يا ربي ترى أنا صليت وصمت ها وتعبت، قديش بطلع لي عندك؟ استغفر الله العظيم، هيك بيكلموا رب العالمين؟ هذا كلام عوام المسلمين. أما أعلى شيء يا أخواننا الرضوان. قال تعالى ورضوان من الله أكبر. ورضوان يعني أن يقول الله لعبده يوم القيامة عبدي رضيت عنك فلا أسخط عليك بعد اليوم أبدا. هذا أعلى شيء. فيوم القيامة ما حيكون الجزاء واحد. عوام أهل الجنة ما حيكونوا مثل كمل أهل الجنة. إن الأبرار، الأبرار هن عوام أهل الجنة، يشربون من كأس كان مزاجها إيش؟ كافورا. ما هي قرأنا امبارح؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. شو هي كافورا؟ عينا يشرب بها عباد الله. عباد الله ما بيشربوها مخلوطة، اللي بيشربها مخلوطة الأبرار، لأنه هن بالدنيا خلطوا فبيشربوها يوم القيامة مخلوطة. الجزاء من جنس العمل، لكن اللي ما كان بدهم إلا ربنا في الدنيا يوم القيامة هيك بيكون حالهم. وبعدين بين لنا مين هدول عباد الله، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. كمل ايه؟ انما نطعمكم لايه؟ ميزان حسناتك لوجه الله، ما بدنا منكم شيء، نحن ما بدنا منكم شيء. كان ابن عباس اذا اعطى فقير فقال له الفقير جزاك الله خيرا، يقول له ابن عباس جزاك الله خيرا. عرفتوا؟ حتى تكون هي ايش؟ متابعه، والا حتى ما يكون الصدقه انه اخي انت اعطيته هو دعا لك. عرفتوا؟ لا، بيعطيه بيقول له الفقير جزاك الله خيرا، بيقول له ابن عباس جزاك الله خيرا، بيقول له اخلف الله عليك، بيقول له اخلف الله عليك، بيعد له نفس العباره حتى يكون هو له مزيه ايش؟ مزيه العطاء لله. عرفتوا شو معنات لله؟ يعني لا، ما بدي من العبيد شيء، لوجه الله لا نريد منكم ولا حتى شكرا لا تقلي. انتبهتوا؟ هدول ما بيشربوها مخلوطة، بيشربوها ايش؟ صرف. ما قرأنا بسورة الرحمن السنة الماضية ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ هدول الكمل. بعدين قال ومن دونهما جنتان، هدول عوام أهل الجنة. انتبهتوا؟ دونهما يعني تحتهم. وقال بعد منها بالصفحة اللي بعدها على طول بسورة الواقعة قال وكنتم أزواجا فالسابق شو قال؟ فأصحاب ميمنة. ما أصحاب الميمنة؟ هدول عوام أهل الجنة. وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، هدول كمل أهل الجنة، أولئك المقربون. ليش بيقربهم؟ لأنه هن بالدنيا ما كان بدهم إلا الله، لا بدهم الناس تحكي عنهم ولا بدهم الصحف تكتب عنهم ولا بده يكثر المتابعين على تويتر ولا بده عملوا لي لايك اتفيه، عملوا لي لايك. يعني معناتها أنت شو بدك مراءة أكثر من هالمراءة هذه؟ اللي بيشتغل لله عز وجل ما بده أجر من أحد إلا من مين؟
فأيضا هنا كررها قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. مزاجها دول عوام أهل الجنة، لكن الكمل ما بيشربوها مخلوطة، شو بيشربوها؟ صرف. وسيأتي معنا هذا المعنى، وسيأتي معنا هذا المعنى في سورة إيه؟ مين بيعرف؟ سيأتي. ويل للمطففين، إن شاء الله إذا ربي أحيانا بعد كم يوم نصل إلى سورة ويل للمطففين، أنتوا بتكون تنبهوني على معنى كهذا المعنى. انتبهتوا كيف؟ الله يجعل حركاتنا وسكناتنا وصمتنا وكلامنا كله خالصا لوجه الله عز وجل، لا نريد من أحد من البشر شيئا، ولا مدحا ولا ثناء. إذا الناس حكوا يحكوا، لكن أنا ما طلبت ولا فرحت. انتبهتوا كيف؟ لا طلبت ولا فرحت، هن حكوا قالوا فلان قلوا، لكن أنا والله ما خطر ببالي هذا ولا أفرح به. بيبقى لي هاجس، يا ترى أنا مقبول ولا ماني مقبول؟ يا ترى ربي، يا ترى ربي قبلني أم يقبلني؟ يا ترى أنا عنده من المرضيين أم لست من المرضيين؟ مدح عدد من السادة الأنبياء في سورة صاد وقال نعم العبد. شو قال؟ نعم العبد. شو بدك مدح أكثر من هالمدح؟ نعم العبد. يمكن لو واحد مننا قيل له ذكرت في مجلس الشيخ الفلاني أو الأمير الفلاني، ذكرت يا فلان، فقال ونعم منه، ونعم منه يعني أنعم به، نعم الرجل. يعني الواحد مننا بيفرح بيطير عقله من الفرح، صح؟ فكيف إذا كان المولى الجليل خالق الأكوان ربنا وإلهنا العظيم يقول عن عبد نعم العبد؟ الله يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين، الله يجعلنا وإياكم عنده من المقربين، الله يجعلنا وإياكم عنده من الذين قال فيهم عباد الله. عباد الله يعني ما يقصدون إلا مين؟ إلا الله عز وجل. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء. نعم. ولا تطع منهم آثما. تطيع هذه كثيرا ما نخطئ فيها، الطاء يجب أن تكون مكسورة كسر كامل. ولا تطيع، طيع، ولا تو مرققة، طيع الطاء مكسورة كسر كامل. شو بيقول بعض أحبابنا؟ بيقولوا تطيع، تو طي طي طي، هذه ليست كسرة، هذه إمالة. الكسرة طي، قولوا مثلي طي طي، تو طي تو تطيع. انتبهنا؟ نعم.